بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نهاركم سعيد وطيب. كما كنتم تشوفوا الزوج متتبعات الأخوات ديال من تقورت ومن بسكرة كانوا عطاونا الغرس وشي حوايج. كما كنتم تشوفوا اليوم استغليت الغرس اللي كانوا عطاوه للمتتبعات، كثر خيركم في آخر الفيديو راح تشوفوا الغرس اللي عطاوه لي، الغرس اللي كنت نحوس عليه كل حبة وحدها، موش هذاك اللي يكون ملبس في بعضها. كما راكم تشوفوا بالغرس هذا كنت درت لكم وصفه تقليديه عريقه، الطريقه التقليديه تاع جداتنا اللي تربينا عليها، تاع جداتنا وامهاتنا. طبعا كنت درت معكم البراج بابسط الطرق، يعني حاول دوك نحاول نعطي لكم طريقه مبسطه ويكونكم ناجح. وديجا اصلا كاين بزاف اللي داروا الوصفه ونجحت لهم، ومن بين كاين حتى اللي راهم مستغلين هذه الوصفه كمشروع وقالوا لي كثر خير كثر خير ربي. هذا ما كان انا كنت سبه فقط. كما راكم تشوفوا هنا عندي سميد راح نحي له فقط الراس الخشين، يعني راح نحي هذاك السميد الخشين. البنات كما راكم تشوفوا على الجهه اليمنى في الاعلى راني نعت لكم كيفاش تيليشارجيو كوك باد وكيفاه تربطوه، يا اما بالايميل يا اما بفيسبوك كما بغيتوا، وكيفاش تحطوا وصفاتكم باش ما تقولوليش. كاين بزاف يقولوا لي سهام راكي تكذبي ما كاش اللي يقول لك. ان شاء الله يا ربي اللي طلبوا عليا هذه الطريقه تخليو تعليق، يعني خليو لهم تعليق تبينوا لهم باللي صح راني نطبق، يعني كيما راكم نحاول نلبي الاطراف كامل. المهم هنا بعد ما غربلت البنات سميد كيما قلت لكم نحيت هذاك الراس الخشين. هنايا واش راح ندير؟ راح نحتاج 5 كيلات. هنا راح ندير كونتيتي صغيره برك، هنايا بهذا تاع لابيل تاع 500 غرام كيلت به 3 كيلات سميد اللي كنت بعد ما غربلته، ماشي كيلته من بعد غربلت، لا لا حتى نغربلت كيلت 3 كيلات. في كل كيله درت شويه ملح باش ما يجيش البراج تاعنا صامت. هكا الوصفه اللي خليتها لكم في كوك باد البنات. هنا نجيب السمن، السمن ذايب. هنا كيما راكم تشوفوا درت كيله الا تقدروا تقولوا قيس 1 سنتيمتر. نكمل هذاك القيس بالزيت تولي كيله قد قد، واما تسيحيها شوي تسيح شوي. انا صراحه انا نسيح شويه جوست يسيح شوي ونحبس. هنايا دركا كيما راكم تشوفوا فرغت تاع السميد وهذيك شويه تاع الملح والمزيج بين الزيت والسمن، ونبدا نمحر بهذه الطريقه. البنات تمحري بكف اليد، بكف اليد تمحري مليح 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 حتى تلاحظي انه القوام تغير من ناحيه اللون، يولي اللون تاع السميد هذاك يتغير، يولي كان كي شغل لونه يولي افتح على مكان. وثاني حاجه تلاحظوا انه القوام تاعها ولا كي شغل تقدروا تقولوا كي شغل عجينه، عجينه مبسه بس كيما نقولوا حنا كيما القوام تاع الغريبيه، ما عرفتش كيف نشرحها لكم. المهم تحسوا بلي ما ولاش سميد كل حبه وحدها، تحس كي شغل تحصلتي على كتله. شوفي هنايا باش تعرفي بلي خلاص خلصتي المحير تشكلي كره هكا وتلوحيها وتشوفي هنا اذا ما تحلتش. هاي هنا ما تحلتليش، هنا راهو المحير تاعي خلص، يعني العجينه تاعي راهي مليحه درك، ما عنديش راح نزيد لها. ها واش راح ندير دوك؟ بنفس العلبه اللي كيلت بها السميد وكيلت بها السمن راح نكيل بها الماء. هنا قبل ما ندير انا نحب نستعمل عطر ماء الزهر. تحبوا تستعملوا الماء الزهر هذاك تاع القرع ديروا كيما تحبوا، كيلوا بالكيله هذه. بعد انا كيما شفتوني درت عطر الماء الزهر ومن بعد عمرت هذه بالماء، وراح نبدا نضيف بشوي لكن ما نعجنش، نستعمل اطراف الاصابع فقط. اهم النقاط هذو اللي نمدوا فيهم البنات نحبوا نركزوا على المبتدئه، على المبتدئه. هنا واش راني ندير؟ راني نلم يا البنات، مانيش نجمع في مانيش نعجن كيما يقولوا، مش كيما نعجن مطلوع ونعجن الشخشوخه، لا البراج والمقروض يتلموا باطراف الاصابع ما تعجنيش، خاطر اذا عجنتيها وتخمتيها بالماء حتولي لك كسره بس ما تولي لكش مقروض ولا ما يولي لكش براج. كيما راكم تشوفوا هنا راني نلم في نفس الوقت، هنا كي تعودي تلوحي في الماء هنا تبان لك شغل تخمتيها والماء ما خلصتيش. هنايا نقدر كميه الماء هذيك خلاص، كيما قادره من بعد نزيد نضيف. هنا شوفوا هنا راهي مليحه،
شوفوا قد ما بقى لي الماء، لكن تشوفوا كاين واحد الخط هكا اسفل العلبه، هذيك هي القدر اللي بقى لي. هنا مانيش راح نفرغ هذاك الماء، راح نخليه على جنب، نغطي العجينه تاعي بكيس ونخليها. الوقت اللي راح ننظف الغرس هنايا كيما راكم تشوفوها، هو كي الغرس يهبل يبرق بريق. هنايا كانت توكورت خسلته لي ربي يحفظها، وتاع بسكرا ما قالت ليش، يعني ما قالت ليش اذا تغسل ولا ما على بالي تغسل ما تغسلش. واش درت انا، خلطتهم مع بعضهم. كي خلطتهم هنايا ولا المغسول مع اني مش مغسول، اضطريت اني نغسله ونخليه ينشف. من بعد بديت ننظف فيه. شوفوا البنات شوفوا جديد، واحد الغرس يعني ما شاء الله، يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. سواء الاخت تاع هي والعائله تاعها تاع بسكرا، سواء الاخت وهي والعائله تاعها تاع توكولت ومرت عمها، بارك الله فيكم، عطاونا كونتيتي ما شاء الله. كنت درت المباشر نشفى، وقلت راني نحوس على هذا الغرس، وتواصلوا معايا مدوا لي ليا والماما. كثر خيركم كثر خيركم كثر خيركم كثر خيركم. ودوك نتاكد المتتبعات على بالي اذا جافوا الغرس هذا، على بالي راح ما على باليش هما نورمالمون يبيعوا، هي تاع توكولت انا متاكده 100% باللي يبيعوا الغرس. شوفوا نتاكد من المعلومات تاع بسكرا تاع توكولت، ونحاول نقول لكم اذا راهم يبيعوا نعطي لكم العنوان. والا هنا بعد ما نظفتوا شوفوا البنات، هنا اذا كان شويه قاصح، انا ماهوش قاصح بزاف بزاف بصح هكاك، وراح نفورو. علاش؟ راح نستعمل الرحايه تاع البلاستيك تاع النيلون عفوا اللي كنتو ديما تقسيوني عليها. شوفوا البنات هذه هي الرحايه، ديروا بها الكروكي وترحيو بها الغرس. بزاف منكم طلبتوني وقلتوا لي نعطيها لنا والله زيدي شرحي لنا اكثر فيها. هذا المنطقه هذه السفليه او الجزء السفلي هو اللي يثبت على الرخامه، او لازم تكون حاجه تاع هكا قزاز والله باش تثبت. شوفوا البنات شوفوا تلضيها هكا تثبت، شوفوا قد ما نقيسها ما تتحركش. هذه هي عفوا هذه هي الحياه اللي نرحي فيها. قلت لكم البنات حطيت الغرس مش راح نفورو بزاف، غير يدفى خاطر ديجا هو راهو جديد كما راكم تشوفوا. انا خليته راهو في دارنا، جبت كميه هذه برك اللي استعملتها هذه المره، ما جبتش خليته في الدار. ماما طلعي طلعي في الغرس طلعي. قلت لكم البنات انا فورته شويه برك، وبديت نرحي بالرحايه هذه. شوفوا البنات كيفاش ترحي، تخرج لكم الغرس روعه، تخدمي بها الكروكي وترحي بها الغرس. اللحم والله ما جربت فيها البنات، لكن ترحي اللحم والله لا يمكن مادام رحات الغرس ترحي اللحم على ما اظن. المهم هنا رحيت الغرس كما راكم تشوفوا هكا. بعد ما نرحيه نزيد النكه هذاك الغرس، مانيش راح نخليه هكاك. اها وانا راني نرحي شوف يترحى بسهوله، لكن شتوني ديجا قبل على بالي حتسقسيوني، كنت دهنت الرحايه هذه دهنتها بشويه زيت باش كي لوح الغرس ما يتعبنيش، يعني يزيد يمشي بسهوله. تخيلوا حاجه تاع بلاستيك تاع نيلون عفوا، نزيدي تضيفي لها الزيت حاجه تولي تمشي بسهوله. لوحت شويه زبده شويه قرفه وشويه قرنفل، ما نكثرش لخاطر كيما يقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، يعني اذا كثرتي من القرفه والقرنفل راح يصمت لك البنه وراح يكون الذوق تاعو قاطع وما كيش حتسبني. كيما راكم تشوفوا هنا راني ندمج الزبده والقرفه والقرنفل والغرس هذاك. من بعد نبدا نضيف الماء تدريجيا بالشويه 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 حتى نتحصل على قوام ما يكونش مرخوف لدرجه ما نقدرش نتحكم فيه، وفي نفس الوقت ما يكونش قاسح باش من بعد علاه كي نخدم البراج نتاعي اذا كان الغرس قاسح من بعد راح لاباط تفتت والغرس يقعد لك هكا كي البلاكا. مفهوم؟ هنايا بعد ما سجيت الغرس زدت له شويه زيت وحطيته على جنب، رجعت للعجينه تاعي لقيتها شربت. هنا قادرة تلقايها مازالت على حالها، وقادرة تلقايها شربت كيما انا. تبداي تزيدي تضيفي الماء بالشويه في نفس الشيء، تقدري تكملي الكونتيتي اللي بقات لك شويه تاع الماء اللي قعدت لك تكمليها كامل، كيما قادرة تخلي منها شويه مش حتى حاجه، يمكن تبقى منها قسم غرف زوج مغارف والله. المهم انتي العجينه تاعك ما تخميهاش باش ما تجيكش كسره رخساس كيما يقولوا حنا مبسه، تجيك بصيف تكسره مبسه وفيها غرس.
هنايا كيما راكم تشوفوا هاني عاود درتها لكم دوك ببطء، راني لمب اطراف الاصابع، مانيش نعجن، ما تعجنيش. بغيت يجيوك البراج ولا المقروض كيما يحب الخاطر يذوبوا في الفم، ما تعجنيش. وكاين اللي يستعملوا في بلاصه السمن يديروا الزبده الحره، الزبده الحره حتى هذيك مليحه. هنايا قسمت العجينه على جزئين كيما راكم تشوفوا، الجزء الاول هاني حليته على جهه، يعني درت شويه برك كيما يقولوا العمده اللي سخف على البراج، قلت نستغل الفرصه نديرها لولي ونزيد نحط لكم الطريقه. ونشكر ثاني المتتبعات اللي تكرموا وكانوا عطاوني هذاك الغرس اللي كنت نحوس عليه، يعني كثر خيركم. هنايا جبت الغرس اللي كنت داويته مليح كما شفتوني، درت له القرفه القرنفل الزبده، الزبده تلعب دور انها تخلي لك الحشوه او تخلي لك الغرس هذاك طري. ها حليته، نحاول نحلو نفس الحجم، ناقص شويه الحجم تاع العجينه هكا. هنايا الحشوه البنات تاع الغرس كل واحد كيفاه، كاين اللي يحب الغرس يكون مليح كيما العجينه كيما الغرس، كاين اللي يحب جهد ما يكون الغرس، كل واحد كيفاه. هنا انت اللي تتحكمي في الحشوه، تحبي ديريها قد تحبي ديريها جهد ما تبان. كيما احنا في الدار كاينه ماما ام الاسلام يحبوش الغرس بزاف، سواء في المقروض سواء في البراج. هنا كيما راكم تشوفوا الجزء الثاني تاع العجينه كيما شفتوني وزعته من الفوق، وهكا بديت نعدل بيدي. هنا البنات لازم تحطوا كيس بلاستيكي باش تسهل لكم المهمه، حتى كي تعودي تحلي ما تعبكش. كيما راكم تشوفوا هنا راني نزرب البنات باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف وممل، باش نحاول نعطيكم جميع التفاصيل. هنايا زدت حطيت كيس بلاستيكي من الفوق وبديت نحل بالحله اليدوي. هنا ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف، خاطر اذا جات رقيقه ماهوش براج، اذا جا خشين بزاف ثاني ماهوش براج. هنايا حطيت الطاجين تاع الكسره وحطيت فوقه الطاجين تاع الشخشوخه. هنا الطاجين كما قلت لكم هذا الاستعمال الثاني، الاستعمال الاول درت به المحجوبه معكم، والاستعمال الثاني راني حندير به البراج. هنا عندي تحبوا تقطعوا بالموس عادي كيما جداتنا بكري وامهاتنا يديروا قبل ما يخرج الاختراع هذا اللي يسهل علينا المهمه، مهمه التقطيع. ديريه براجات، سينو اذا عندك هذا القطاعه ساجيه على كيف تربحي الوقت ويجيوك حبيبات قد بعضاهم. هنايا راني نطبع هكا حتى نكمل كامل العجينه. كي تحلي هذه المعلومه ثاني مليحه، حاولي كي تحلي العجينه نتاعك حاولي تحليها على شكل مربع او مستطيل، باش علاوه باش تتفادي انك يكونوا هذوك الحواشي او ليشيت هذوك يكونوا بزاف. يعني كي تقطعيها تحاولي تحليها عفوا مربعات، مربع او مستطيل، هنايا راح تربحي حبيبات على الاجزاء هذيك الزايده. هنايا واش ندير، هزيت هاد الطريقه على ماما. اول حاجه نبدا نطيبها، نبدا بالحواشي هذوك، علاه نبدا بالحواشي باش نتاكد الطاجين تاعي الحراره نتاعو مليحه، اذا ثمثم تحرقوا ثمثم بداو يحمروا نعرف باللي النار راهي قاويه. نقص يعني نحكم السخانه تاع الطاجين بالحواشي، يعني حتى لا قدر الله احنا ماذا بينا ما يتحرقوش. اذا كيما نقولوا حنا وحده ثمثم تحرقت لك والله يتحرقوا الحواجي ما يتحرقولكش الحبيبات المعدولين، هذه هي كفكره. وعلى بالي كاين بزاف اللي يديروا هذه الطريقه. هنا ثاني كي تحطي حبه البراجه حبيبتي حاولي تهزيها ديجا الحبيبات الاولين، ما نسيت هزيت بيدي وتماركاو صباعي، كي تماركاو صباعك كي تقلبيها البلاصه هذيك راح تقعد بيضه مش حتحمر. شوفوا هنا ديجا راهي ماهيش حمره قد خاطر مرفه نهز بال، يا اما تهزوا بكراتوار حاجه هكا وتحطوا باش تجيك حبه كيما نقولوا حنا ملساء تجي فرد لون. المهم ثاني حاجه ما تقلبيهاش حتى تحسي باللي، اللي ما تعرفش نهضروا على المبتدئه، اللي ما تعرفش كيفاش تتاكدي باللي حمرت لك من التحت، تحسي ان الطبقه هذه اللي مازال حطينا الجزء التحتاني قبل ما نقلب هذه التقليبه الاولى، لاحظ انه الجزء العلوي نشف ما قعدش يبان باللي ماهوش ني، كي شغل بدات تنشف. كي تقلبيها تلقايها دات هذيك التحميره وخلاص، ما تقعديش البراج ما يقعدوش يتقلبوا، تقلبي وتقلبي تقلبي تقلبي تحطيها تحمر تزيدي تقلبيها على الوجه الثاني تحمر تنحيها، يعني البراج ما يقعدوش تقعدي تقلبي فيهم وتعاودي. ومن بعد ما كملت خليتهم بدو
كاين بزاف اللي يشربوا ياكلوا عفوا البراج، كل واحد كيف يقول لهم، كاين اللي يقولوا لهم المبرجه، كاين اللي يقولوا لهم، حنا نقولوا لهم البراج، كاين اللي يشربوهم مع الحليب والله اللبن، انا نشتيهم بزاف مع اللبن. هاكم تشوفوا بعد ما بردت، دوك نقسم لكم حبيبات تشوفوها بعينيكم، شاهدكم في الجنه كما راكم تشوفوا. معروف انه البراج وقت الربيع هو اللي يسخف عليه يديره بلا موسم يعني، لكن البراج يعني معروف وقته وقت الربيع الناس كل تدير البراج. شوفوا كيف قسمتها لكم البنات، يجي هشيش كما يقولوا، يجي بنين طري. ذوق القرفه مع القرنفل معتدل، ما كثرتش يعني ما بالغتش. هذا هو البنات، هذه هي وصفة اليوم، وصفة البراج، حاولت نعطيها لكم بالطريقة التقليدية، الطريقة تاع جداتنا، كاين بزاف اللي يعجنوها بالحليب، كاين أنايا حاولت نديرها لكم بالطريقة التقليدية اللي هزيتها أو تعلمتها يعني على جداتنا وأمهاتنا. هذا ما كان، هذا هو الفيديو تاع اليوم تاع الوصفة عفوا، وصفة اليوم وصفة البراج. بعد الفيديو هذا، بعد الوصفة عفوا، راح نديكم معايا نرجعكم تكريما يعني، ونعت لكم شمال الحوايج اللي كانت عطاتهم عطاوهم لي الجمانة، وتشوفوا الغرس اللي كيقدموه لي. كثر خيركم كثر خيركم كثر خيركم والله. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا الوقت، وقتاش رحت جبت الغرس، وقت اللي كنت مروحه من حسين مسعود، ما حطيتوش لظروف وتعطلت، ما صلحت ليش اني نحط، لكن اضطريت اني نحط اليوم على وان استكثر خيرهم. سواء انت تقول النعناع ديفاني بيه روحه، وكيجي وقت نزيد نبعث لك. ربي يعيشك ربي، لاقينا في ساعة الخير ان شاء الله يا ربي، ومعرفة خير. وسلمي على اختك قول لها الله غالب، كنت في لقلبنا نلاقينا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هي الاخت نتاعها اللي هي اللي تواصلت معايا، لكن مع الاسف شوفوا ذاك الغرس يهبل، مع الاسف بحكم العمل نتاعها ما قدرتش يعني كما نقولوا حنا تهرب، ما خلاوهاش، ما قدرتش. ما تعرف يا دنيا نزيدو نتلاقاو حبيبتي كثر خيرك. والان زدنا رحنا البسكره، البسكره ثاني كاينه اخت كريمه فاضله ربي يحفظها، حتى هي كانت تعيط وتعاود تعيط، هما بين زوج سوا تاع تقول سوا تاع بسكره، والله يعيطوا ويعاودوا. شكرا كثر خيركم كثر خيركم كثر خيركم. دوك في اخر الفيديو تشوفوا الغرس، هذه هي تاع تقورت، وقالت لي ما عطيتكمش وما على باليش، والله كثر خير كيف تعطيتونا الغرس هذاك اللي كنت نحوس عليه. الناس اللي ما على بالهمش كنت دايره مباشر ونحوس على الغرس، قلت لهم اللي تعرف الغرس هنا وين يتباع نشري، تواصلوا معايا تاع تقورت وتاع بسكره، وعطاوني ليا والماما كثر خيركم. كيما راكم تشوفوا هذاك النعناع بعثته الام رسلان، قالت لي كيما هي ديما تقول نشتي تاي تاي تاي، وكانت عطاتني هذا السجاده كيما راكم تشوفوا، هذاك الطرشي الطرشي هذاك واش نقول لكم، بنين بنين كثر خير والله يعطيكم الصحه. وكان دارت الجمنه هذا الكورده، شوفوا ديك الكورده والله يخبيها لها حتى انت كبير، مازال تصيبرها بصح نخبيها لها، شوفوا كثر خيرك. شوفوا هذه كورده، وكان زاد دارت لي مام زرير، ها هو كي الزرير، يعطيك الصحه ثاني، بارك الله فيكم والله كثر خيركم، كي نتوما كي تاع بسكره كثر خيركم. وهنايا كانت عطاتني ثاني، حنا نقولوا لها قشقشه كاوكاو هذاك، مع الدرا شي كوفريت ولا شيكولا وحلوه وكوجاك. هنايا الاخوات باش نقول لك راني قعدت عليهم جمانه، كانت قلت لكم في فيديو سابق انه الطفل الصغير كي يلحق ربع شهر يقعدوه ويقعدوه على حاجه حلوه، ما فهموش واش هي الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه انك تحطيه على حلوه، على حاجه حلوه يعني هذا الحلاوي. وكما راكم تشوفوا جمانه قعدت على هذا القشقشه، وها هو كي الغرس هنايا خليته في الكراج، هنا راني هبطت تحت عاود صورته لكم لخاطر بزاف يعني ما شاء الله، عطونا كميه ما شاء الله ما شاء الله، عطونا مام بطانه تاع تقرت، عطاتنا بطانه ومدونا مام المرحي، شو نقول لكم بابا. وبزاف على الطاكسي بزاف مساكنه، معليش عمي معليش عمي. وهذو الزوج الصنادق تاع بسكره كثر خيركم كثر خيركم والله ما ننسى خيركم هذا، وعلى ما اظن راهم يبيعوا نتاكد.